جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بينهما وسبل تنميته وتطويره بما يحقق مصالحهما المتبادلة. كما تم التأكيد على عمق علاقات الصداقة المتميزة البحرينية الروسية والاتفاق على تفعيل عمل اللجان المشتركة بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين. أعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تعزيز علاقات البلدين القائمة على الاحترام والتنسيق المشترك، مشيدا بالدور الفاعل الذي تطلع به روسيا الاتحادية بقيادة فخامته على الساحة الدولية وحرصها على تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم. من جانبه أعرب فخامة الرئيس الروسي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على جهود جلالته وحرصه المستمر على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية ودفع مستوى التعاون مع بلاده متمنيا للبحرين ولشعبها تحقيق المزيد من النجاح والتطور والتقدم والازدهار تحت قيادة جلالته.